بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الفقه حياة. هذا البرنامج اللي ينطلق من مفاهيم فقهية ويدخل في عمق الحياة الاجتماعية للناس، لأن الدين الإسلامي كما تعلمون هو دين يدخل في كل مفاصل الحياة، بل هو الذي ينظم حياة الأفراد جميعا. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، الضيف الدائم للبرنامج، سماحة السيد رشيد الحسيني، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سماحة السيد، السلام عليكم وأهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، بارك الله بكم، وفقتم إن شاء الله. بعد تقريبا 12 دقيقة مشاهدنا الكريم، بإمكانك التواصل وطرح سؤالك. حضر سؤالك من الآن، سجل أرقام التليفونات اللي راح تطلع أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى، ونسمع مشاركتك في حينها بإذن الله تعالى. بداية سيدنا، هناك بعض الناس يتخيل قوامة الرجل في أن يفرض كلمته بالقوة على أهل بيته، والبعض الآخر لأنه صعب على يعني أي جنس من الجنسين أن يتفهم الآخر، فيعاني من مشكلة مرتبطة بالتسلط على الآخر. خلينا نتحدث لطفا هذا اليوم عن خلق الرجل مع أهله. سيدنا تفضلوا. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال، أنا اسمحوا لي أن أبدأ بهذا السؤال فيما يرتبط بأصل مشروع الزواج. نعم. شوفوا، إذا أردت أن تدخل مع أحد شراكة تجارية، نعم، أنت وصاحبك عندك مشروع تجاري حتى تربحون حتى تستفيدون، فهل من الصحيح أن تتعامل مع شريكك في مشروعك التجاري بصلافة وصرامة وعنف وخشونة؟ لا طبعا. ليش؟ نقول سيدنا أنا عندي مشروع، إذا أريد أن أنجح المشروع لابد أنه أداري صاحبي وأحترمه وأنطي رأيه، ويعني نتشاور في الأمور. ما يصير يعني مشروع تجاري لازم يربح، لازم ينجح، أما أنه افعل لا تفعل مو بكيفك وكذا واسكت وقوم واقعد، ذاك يقول لك يا ابي شنو، احنا جايين على باب الله، واذا انت ما مستعد انه نمشي مع بعض في امان الله. نعم. اشبه الحياه الزوجيه بمشروع تجاري. نعم، وهي اعمق طبعا. طبيعي، انا شبهته حتى اذهان الناس شويه حسب تعبيرنا تستانس بالكلمه. نعم. فالحياه الزوجيه هي في الواقع مشروع مشترك، لسه مو تجاري وإنما حياتي. نعم. مشروع مشترك. أنا لما أجي إلى هذه الفتاة أقول يا أبا أنا أحب أن أعيش معاك، هي بتقول أنه أنا والله عاجبني أن أكون معاك، خلاص. فلما نتفق على أنه نعيش مع بعضنا البعض، لابد أن نفهم، يعني الزوج والزوجة لابد أن يفهموا أن هذا المشروع ثنائي. نعم. وليس أحادي. حسنت. وهو مشروع شراكة وليس انفراد. فلذلك لابد أن يكون في ذهن الزوج على أنه أنا في واقع الحال لما أدخل إلى حياتي الزوجية بعد مو هي حياة عزوبية. حياة العزوبية أنا وحدي وما أتحمل مسؤولية، ماكو واحد عنده معاي حقوق وواجبات وعلاقة والتزامات، وحدي. والدي إذا هم على حال ما يتابعني أنا بعد أكثر حسب تعبيرنا استقلالية وانفلاتا. نعم. بعض الشباب يتصور أنه لما يدخل إلى حياة الزوجية يريد يعيش نفس حياة العزوبية، شو وقت ما يجي شو وقت ما ينام شو وقت ما يسهر شو وقت ما يسافر. ليس هكذا. أنت قبل أنت عندك مرة فلوسك، تبقى أنا أتعامل بفلوسي، بس لما دخلت معاك فلوس الآخرين، نعم، رجعت للشراكة. لما دخلت وياك فلوس الآخرين ما لك حق تتصرف بالفلوس بهالطريقة، لازم كل سنة تقول لشريكك يا بها الفلوس أنا راح أشتري هالحاجة أو هالبضاعة. لماذا؟ لأنه دخلت في حياتك إرادة أخرى. نعم.
دخلت في حياتك شنو؟ رغبة أخرى، وجود آخر، فأنت لست وحدك. فما دام لست وحدك فلا بد أن تتعامل تعامل غير اللي تتعامل أيام العزوبية. واضح؟ بس العزوبية قد واحد يقول العزوبية على حال الضيافة وكذا، العزوبية لا، الحالة أن يكون إنسان أعزبا. زين، هذه نقطة مهمة خلينا نسجلها. أولا أن يفكر الإنسان أن الحياة الزوجية هي شراكة بكل معنى الكلمة. والشراكة لها مقتضياتها ولها قوانينها ولها التزاماتها. هاي النقطة الأولى خلينا نخلص منها. يجي النقطة الثانية. النقطة الثانية أن الفكر أو مجموعة العادات والتقاليد اللي إحنا نشأنا عليها، اللي حالة سطوة الرجل والذكر، الذكر هو مسلط، الرجل هو كلمته العليا، هذه لم تعد صحيحة. وليس في الإسلام هذا النوع من الرؤية بمطلقها. بمطلقها يعني مو بشكل عام. نعم، الرجل له قوامه وقوامته، وقوامته فيما يرتبط بالصرف والنفقة والبذل وما إلى ذلك. أما أنه يستعبد المرأة وأنها اتخذها عبدة أو اتخذها جارية أو اتخذها خادمة، هذا يرفضه الإسلام رفضا قاطعا. لا يقبله أبدا. تقول سيدنا أنا شلون أسيطر إذا ما أحاول أن أكون عنيف؟ جوابي، وهل العنف السبيل الوحيد للسيطرة؟ كم من أشخاص بالحب والمودة حسب تعبيرنا والقشمرة بعض الأحيان يسيطر على أكبر تجمع. تجمعات مو بس فرد وفردين. السياسة في التصرف، الكياسة في على حال في المواجهة، وفي نفس الوقت اللطافة. شوفوا يا أستاذ مرتضى، اسمحوا لي أنا أجيب هالتعابير، بس اسمحوا لي يعني فضل. لأنه مقتضى أصل إلى الأقل واحد من المشاهدين يعني. فضل. شوف لما أقول لطافة يعني هالشكل، مرة تقول واحد أقعد ويقعد، مرة تقول له تفضل، مرة تقول له اجلس، مرة تقول له حشاكم مثلا انشب. نعم، هالكلمة الغلط اللي بعض الأحيان يقول له كذا، هذه كلها مفهومها واحد بس أسلوبها يختلف. لما تقول له تفضل يقول زاد فضلك، لما تقول له اجلس يقول شكرا، أما لما تقول له ذي الشي الكلمة يقول تأدب، لا تتكلم معي هالشكل. واضح؟ الزوجة نفس الشيء، مرة تقول لها بكلمات لطيفة وكذا، الأكلة الطيبة إيش قد إحنا واقعا نستلذ من عدها، لو مثلا نأكلها باكر وكذا، بهالطريقة هذه بكل وجودها تروح ترتبها. أما تقول تعالي يا فلانة كذا، باكر يسوون فلان شغلة، إذا ما تسويها ما أدري إيش، ما أسوي ما لي خلق، رأسي وجعني. فأقول الكياسة واللطافة في الكلام وفي التعامل هذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم. أقرأ لكم آية من سورة النساء، آية طويلة طبعا، يقول وعاشروهن بالمعروف. طبيعي عاشروهن بالمعروف يعني عاشروهن بالشيء اللي لا يكون منكرا، المعروف في قبال المنكر. لا، لا يكون معاشرة منكرة، منكرة يعني ممجوجة، معاشرة غير لطيفة، عاشر بالمعروف. بس واحد يقول يا أبا أنا زوجتي ما كارهة أنا، القرآن شي يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد أنت ما عاجبك بس أنت دخلت بهالمشروع، أنت اختاريت وأنت دخلت، نعم. ما عاجبتك وعينك على وحدة أخرى أو كذا، هذه له بحثه، هذا له بحثه، أنه هل صحيح الإنسان أن يعيش مع زوجة في واقع الحال، هو اللي اختارها، هو اللي راح وراها، هو اللي كذا،
بعدين يبدأ ماذا؟ يبدأ يفتح قنوات أخرى غير شريفة وغير لطيفة، هذا بحث آخر. ولكن أنت في واقع الحال أب لأولاد وهي أم لأولادك، أنت أن تتعامل بطريقة جافة وعلى حال غير مؤدبة، هذه أثر على الأولاد أيضا. نعم. الأولاد يرون أنهم مشاكسة والكلام والكذا، يصبح عندهم حالة من النفور أصلا من الزواج. كم من عوائل يقول سيدنا زوج أو بناته ما يقبلوا الزوج، فلما تتوسط يا بابا ليش ما تقول إذا حياتي مثل أبوي وأمي ما أريد، ما أريد، صار عندهم حالة من الـ يعني الإحباط في أنه يكونوا يدخلوا في مشروع زوجية كمشروع زوجية أمهم وأبوهم اللي هي مشروع صار فاشل. مثال أمامهم يعني. مشروع فاشل. سيدنا الشراكة ما تعني غياب القيادة، صح؟ حضرتك تكلمت على أنه الحياة راح تصير شراكة بين الطرفين، ولكن لابد من قائد بلا أشكال. يعني يشوفوا المشاورة شاوروهن، أنه في بعض الروايات أنه ولدك هكذا أنه اجعله وزيرك. نعم. ابنك وزيرك، وزيرك يعني شنو؟ يعني تستشيره وكذا وتعطيه بعض المهام. هذه في واقع الحال هم تعطي نوع من الشخصية للطرف الآخر، نوع من الثقة بالنفس واحترام إلى نفسك أنت. يعني شوفوا أخي الكريم، كل ما أنا أهين ابني وأهين بنتي، هذه في النهاية راح تحس على أنه أنت إنسان ما تحبها ما تريدها ومنبوذة بالعائلة. لما تعيش هذه الحالة، حالة المنبوذية إن صح التعبير، لا إشكال ولا ريب راح تسمع كلمة لطيفة من الغير. المتحرشون في الشارع شو يقولون؟ كلمات جميلة. هالكلمات الجميلة هي ما سمعتها في العائلة، ما سمعتها من أمها، لأن أمها ما قالت حبيبتي ماما تعاي، أبوها ما قال عزيزتي، بس بالشارع سمعها من سمعتها من ذاك اللي أنا أسميه قطاع طرق العفة، هؤلاء الذين يقطعون طرق الناس في عفتهم وحشمتهم، فيجي يتكلم كلمات تدخل في قلبها. وحتى الزوجات الآن لما نسمع عن الخيانة الزوجية، ليش خيانة زوجية؟ مو عندها زوج؟ مو تحصل اللي تريده من زوجها؟ ليش تروح؟ شنو السبب الخيانة؟ اعلم أن هناك تقصير. ولكن هذا أكيد سيدنا حتى نعم حتى توضح صورة المشاهدة الكريمة أنه هذا مو مبرر. يعني لما يكون الزوج جاف بالتعامل معناه تروح تبحث عن نفذ آخر. أحسنتم، هذه أنا أسميها مقدمات مطوية. المتدين ما يروح يعصي لأنه والله أنا عندي مشكلة. مشكلتك لابد أنه تتحملها وتصبر، أنت مشروعك هذا، أنت قبلتي بهذا الرجال خلاص. وسيدنا شنو اللي أسوي؟ هذا جاي يخوني، على حال رفعي أمرك الحاكم الشرعي، رفعي أمرك الجهات الكذائية، مو تقابلين الخطأ بالخطأ. مو تروحين تقول والله مثل هاي وحدة اتصلت عليه قالت أنا قلت له أنت تخوني أراويك، وراحت واقع. لا إله إلا الله. قلت بابا هذا ليس صحيح، حرام شرعا أصلا، خلاف التعاليم الدينية، خلاف العرف، خلاف العفة. على أي حال هذه أسميها مقدمات مطوية يعني. نعم. مسلمة، ما نحتاج أن يعني نوضح بشكل بسيط. أحسنت. نعم. فأقول لما أكو خيانات يعني أكو إشكالية، أكو نوع من الجسارة. يعني واحد اتصل عليه يعني على البرنامج، أحد البرامج، قال سيدي زوجتي تضربني. شنو؟ أنا ما استوعبته، قلت له عفوا شنو؟ قال زوجتي تضربني. بس شلون تضربك زوجتك؟ شلون تضربك؟ قال لي أنا في الواقع أضربها. طبيعي من تضربها مرة مرتين ثلاثة تحمل، مرة ثالثة نعم تتجاسر عليك. فلذلك الروايات الشريفة والأحاديث المعتبرة تتكلم على أنه حب لها أو حب لنفسك، تحب حب لغيرك كما تحب لنفسك. نعم. وتصرف معها كما تحب أن يتصرف معك، وكما تدين تدان. نعم. هاي كلها قواعد، حسب تعبيرنا قواعد لعبة الحياة. لعبة الحياة لها قواعدها، واحدة من قواعدها التوازن والمشورة والمقبولية والحكمة والتصرف الصحيح، هذا كلها تجعلك إنسان ناجح. أحسنتم سيدنا. يعني على امتداد التاريخ، من الشخصية سيدنا اللي هو خير الناس لأهله؟ رسول الله صلى الله عليه وآله قال خيركم 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 لأهله، وأنا خيركم لأهلي.
أحسنتم سماحة السيد على هذه الإيضاحات المهمة، ونرجو أن تعمل فائدة إن شاء الله للمشاهد الكريم. على بركة الله نبدأ باستقبال المشاركات إخوتي الأفاضل أخواتي الفاضلات، ونبدأ مع الأخت الكريمة جنات. أختي تفضلي. أم جنات حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين عندي السيد. تفضلي أختي. السؤال الأول، بابا بال2006 عنده أمانة، خلوا عنده أمانة. نعم. يعني احنا هسه قبل اسبوع يلا عرفنا من بابا هاي السنين كلها مبلغ من المال يعني كلش كبير، وثلاث كيلوات ذهب. نعم. والشخص راح يعني انتقل غير مكان. بابا يدق علي بالتليفون، تليفونه مغلق. نعم. فما يقدر ما يعرف وين راح، يعني اي مكان. بهيجي حاله بابا شو يسوي؟ يعني محافظ على هذا الامانه لحد هسه. تمام، من 2006. ايه. والسؤال الثاني. نعم. من أصل لي بنتي تأخذ التربة وتخليها بحلقها. نعم. وبعدين أرجع أخذها منها مبللة، يعني هاي ثلاث، يعني شو حكمها؟ نعم. بعد سؤال آخر أختي الكريمة. لا لا هاي. شكرا لحضرتك، تحياتي لك وشكرا جزيلا على السؤال والاتصال، أو على السؤالين والاتصال. تحياتي الأخت أم جنات. لا نزال نستقبل المشاركات إخوتي الكرام أخواتي الكريمات من خلال الاتصال على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ولا ننسى التنويه بما يتعلق بالكود الظاهر على الشاشة أسفل الشاشة، هذا مرتبط بتطبيق المجيب، مهم جدا، ما راح أطيل الكلام عنه آني، حضرتك نزله وإنت راح تعرف التفاصيل الأخرى، بس افتح كاميرا التليفون على هذا الكود. طيب، عندنا رسالة صوتية نسمعها. صلاه العشاء، لكن بني نعيدونا اياها من البدايه يا اخوان لطفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيدنا. سيدنا عفوا، مثلا اي صلاه انا اليوم نويت ارتجي مثلا بدي اصلي صلاه العشاء، لكن بالنيه انا ناوي اليوم اجي اصلي صلاه العشاء توجهت للقبله وقفت على اتجاه القبله، اتجاه القبله بدي اصلي صلاه العشاء، لكن بالنيه قلت مثلا صلاه العصر او صلاه الظهر. بالنية التلفظ قلت صلاة العصر والظهر، لكن المراد بها صلاة العشاء. هل الصلاة صحيحة؟ لو شنو العمل يعني، وما الحكم يكون بهالحالة هاي؟ تحياتنا الأخ الكريم صاحب السؤال، شكرا جزيلا. إذا نية الصلاة لفظا غير النية اللي موجودة في القلب، إن شاء الله السؤال واضح وتسمع الإجابة عليه بعد قليل. تحياتنا الأخ الكريم. أم علي لو أبو علي. أم علي تفضلي أختي. عندي ثلاث سؤالات. تفضل يا ام علي، حياكم الله. استرحم الله والدي. والديك. والسؤال على مود الجسم، سماحة السيد يقول لا واحد يصلي يم هذا يم التلفزيون. نعم. مثلا على كربلاء على اي قناة. نعم. مال الدعاء مال اي قناة اخليها مثلا على القرآن على شيء وأصلي. أنا قاعدة بالصالة وبكاني مسوي عملية تبديل مفاصل وهذا شو اسمه ما هو بالصالة. إي وشنو حكمها هاي؟ أخليه لو ما يصير إلا أطفي. هذا صار واضح حجي. السؤال الثاني. الثاني على مود الجسم، من واحد يريد واحد يصيح على واحد مثل هو الصلاة. والصلاة سمعت السيد يقول لي مثل يدق على ذرة. نعم. يصير شو اسمه يصير يأشر يصيح الله أكبر. أنا أصيح الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. أم جاي سائلة إن شاء الله. السؤال الثالث يا حجية. السؤال الثالث رجالني يريد يطعن أمه وأبوه صلاة. نعم. واحد ابن خالته جيرانه يقول له بالسعودية هناك تطي 4 ملايين وهناك يحجون له بالسعودية. هم جاي سادة أقول له ما يصير، لازم هناك ودي لك واحد محتمدي يصلى عنه أي شيء يحج عنهم نيابة. لا يقول ابن خالته، وابن خالته يقول له أكو من جيرانه بالسعودية يروحوني. نعم. هاي يجوز لا عندكم مداخلة سيدنا؟ واضح الأسئلة ثلاثة تحجية. الله يمن عليك بالسلامة والعافية. شكرا لك على اتصالك، تحياتنا وشكرا جزيلا. السؤال الأول كان مرتبط بالصلاة قرب يعني التلفزيون والصوت العالي، والسؤال الثاني كان مرتبط بتحريك اليدين أو بقية الجسم أثناء الصلاة ورفع الصوت.
والسؤال الثالث بخصوص الحج بالنيابة عن المتوفى. تحياتنا للأخت الكريمة وتفاصيلها طبعا. شكرا جزيلا. بعدنا نستقبل مشاركات، عندنا رسالة صوتية نسمعها. السلام عليكم سيدنا، عندي بنتي عمرها 16 سنة، هي مؤمنة تصلي صلاة ربكتها، تقرأ قرآن، ماضبع لزيارة عاشوراء، بس عندها شك كل شهوال، بسم الله تعيدها عدة مرات، إنه وإنه تعيدها عدة مرات، شنو الحل؟ شو أقدر أسوي لها؟ حياتنا الأخت الكريمة وشكرا جزيلا، إن شاء الله تسمعين توجيه سماحة السيد بهذا الخصوص. سبق وأن يعني تكلم السيد كثيرا عن هذا الموضوع، ولكن لا بأس إن شاء الله في الإعادة إفادة. عبد الرضا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أخي. جزاكم الله خير الجزاء على هذا البرنامج، حياك الله. وتحية خاصة للسيد والجنابك الكريم، الله يحفظك الله. إن شاء الله. شكرا. عندي سؤال واحد إذا أمكن. تفضل. عندي أخوي استشهد وهو يقارع النظام البائد، نعم، وبعد التغيير بال 2003 وسقوط الصنم سجلنا بمؤسسة الشهداء وانطونا، تدرون انتم جنابكم، المستحقات للشهداء، شهداء اللي عدموا من النظام السابق. نعم. احنا الشهيد كان اعزب، واحنا ثلاث اخوه وثلاث اخوات، فوزعنا المستحقات يعني حسب الآية الكريمة اللي تقول بسم الله الرحمن الرحيم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني مع العلم أنه قانون المؤسسة يوزع الموضوع بالتساوي بين الورثة. نعم. فما أدري توزيعنا صحيح أو لا، وجزاكم الله خير الجزاء. شكرا لك. شكرا جزيلا أخي الكريم، ورحم الله شهيدكم، وشكرا على اتصالك. تحياتنا للأخ عبد الرضا، إن شاء الله تسمع الجواب أخي الكريم على هذا السؤال. بعدنا نستقبل المشاركات، سؤال من من؟ رسالة صوتية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عندي سؤال حول موضوع بعض الشركات الاتصالات اللي عندنا تعطيك فلوس، يعني قرض رصيد، خلينا نفرض انه داينك 2000 دينار رصيد تتصل بيهن اذا ما عندك، وبعدين انت من تعبئ رصيد ترجع هذه الفلوس بفائدة، هذا شنو موضوعه؟ ان شاء الله تسمع الجواب اخي الكريم، وشكرا جزيلا على على رسالتك الصوتيه. منها ننتقل الى من؟ الى رساله صوتيه، ونذكر بامكانيه المشاركه من خلال الاتصال على الارقام الظاهره اسفل الشاشه ايضا. تفضلوا. السلام عليكم مولانا. مولانا ممكن سؤال؟ مثلا سنه اصلي اي صلاه سواء كانت الصبح او الظهر أو المساء أو أي صلاة وقتها، مثلا صليت هذه اعتيادية، مثلا صلاة المغرب صليت أنا وفد يعني وفد ساعتين تذكرت عندي هيك شك، أو ثلاث ساعات شك تذكرت بين أنا شاك بين كذا وهاي الركعة وهاي الركعة، هل يجوز إعادة الصلاة؟ إن شاء الله تسمع الجواب أخي الكريم، وشكرا جزيلا. وحسب الظاهر سيدنا من كثيري الشك يعني. صح. إن شاء الله تسمع الجواب أخي الكريم بالتفصيل عن هذا الموضوع. نأخذ رسالة صوتية أيضا، تفضلوا. يا الله، السلام عليكم سماحة السيد، الله يحفظكم سيدنا الطيب، الله يرعاكم إن شاء الله. مولانا جزاكم الله خير، عندنا سؤال حول الأشخاص الذين يدعون علم الغيب وما شابه ذلك، بأنه يقول بأنه عندك كذا تابعة من هذا النوع. مولانا أولا، أنه هل لهذه الأشياء واقعية؟ يعني هل معقول الإنسان تؤثر عليه الأشياء الغيبية مثل الجن وما شابه ذلك؟ ثم مولانا، ما حكم إعطاء المال لهؤلاء؟ من يقول مثلا اتصل بي شخص قال أنه هذا أحد الأشخاص يطلب 3 مليون دينار على أنه ما أدري يطلع الجن من جسم الإنسان أو يسوي له حرز أو ما شابه ذلك. اولا انه هل هذه الاشياء موجوده؟ ثانيا، ما حكم اعطاء الاموال؟ شكرا جزيلا سماحه السيد، جزاكم الله خير الجزاء. شكرا اخي الكريم على اتصالك وطرحك هذا الطرح المهم، لانه الكثير من الناس سائره في هذا الاتجاه، وتسمع التفاصيل ان شاء الله بعد قليل من سماحه السيد حول المال المعطى الى هؤلاء من جهه. هي سيدنا مو بس لهنا وصلت، يعني وصلت المواضيع، صارت تنبؤات سياسيه وبراكين وزلازل و...
نعم نهاية العالم بعد 3 أيام إلى 4. وفي النهاية يصرون على كذبهم ودجلهم وتدليسهم. ولما تقول أيها الناس ترى هذه تجاربنا وياهم أنه يكذبون يتخرصون، والتخرص كما ورد في الآية الكريمة أنه يتبعون إلا الظن إنهم إلا يخرصون. خرص يعني حسب تعبيرنا حكي بدون هذر يعني. أي دليل، ولكن مع ذلك يصرون، والناس للأسف يتبعونهم ويسمعون لهم. أقول كلمة على أنه أنت لما تجرب الكذاب مرة واحدة هل صحيح أن تجربه مرة أخرى؟ أحسنتم سيدنا، إن شاء الله راح نتوقف الوقت الكافي عند هذا السؤال، وخلينا نشوف إذا كان عندنا وقت نستقبل. نعم عندنا وقت نسمع رسائل صوتية أو اتصالات أخرى، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال، أريد أعرف الحكم الشرعي إذا أمكن. أنا عندي محل مال موبايلات أجهزة إلكترونية، فأكو بيهم يجي مثلا يجيب موبايله أو اللابتوب بالنسبة له كصيانة يخليه يروح بعد ما يجيني بالنسبة له، فإذا عرفوا الحكم هنا بالنسبة له شنو المطلوب من عندي بالنسبة له؟ يجوز لي أتملكه؟ أنا أكو أشخاص صالهم سنة وأكثر من سنة وما أجاني بعد، أول مرة جابه وبعد ما أجا يمي، شنو الحكم؟ الله يبارك بيكم. تحياتنا الأخ الكريم، شكرا جزيلا. يمكن هاي هم مسألة ابتلائية سيدنا، هواي مهن يعني مو بس هذه المهنة يعني. نعم. تحياتنا الأخ الكريم، إن شاء الله تسمع الجواب على هذا السؤال. ننتقل منه إلى سؤال آخر، تفضلوا. السلام عليكم سيد، هل يجوز صبغ الأظافر؟ وأكو صبغ أظافر شفاف يصير بوقت الصلاة بدون ما أنا أمسحه؟ تحياتنا الأخت الكريمة. هل يجوز صبغ الأظافر وبالنسبة للشفاف وقت الصلاة؟ إن شاء الله تسمعين الجواب أختي الكريمة، شكرا جزيلا على السؤال. نأخذ رسالة صوتية أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد أحمد الموسوي من كربلاء، حياكم الله. شخص بعث له دولار بالآجل، على سبيل المثال بعث له 1000 دولار بقيمة 1,000,000 دينار عراقي، وصل الموعد المحدد رجع لي 1,000,000 دينار عراقي، 1,000,000 الثانية قال لي أريد تمدد لي إياها. قلت له ما يصير، لازم بيع وشراء. قال إيه أنت مخول عني، فأنا باعتبار استلمت 1,000,000، 1,000,000 الثاني داورته وبعت لي هي مرة ثانية دينار بدولار أيضا بالآجل، هذا الشيء جائز؟ يعني هو ما كمل التفاصيل سي، بس حسب الظاهر السعر يختلف طبيعي. يعني يقول أنه أنا هالمليون راح يتأخر فأريد أن أربح عليه، فقال له سوي اللي تريده، فهو اعتبر هالمليون مثلا 700 دولار اعتبرها وقيمها، باعها بمليون و200. نعم. ف200 راد يستفيد، هذه المعامله واضح. نعم سيدنا، ان شاء الله تسمع الجواب اخي الكريم. حميد تفضل. اخي حميد تفضل. فقدنا اتصال الاخ حميد، تحياتنا له، ان شاء الله يعاود الاتصال اذا كان هناك متسع من الوقت، والا نتحول الى الاجابه. شنو نتحول للاجابه؟ نتحول للاجابه. نكرر ترحابنا بجنابكم سيدنا، شكرا جزيلا. حياكم الله، بارك الله فيكم، الله يوفقكم ويحييكم. عندنا مجموعة من الأسئلة، نبدأ بسؤال الأخت الكريمة أم جنات، 3 أسئلة. سؤال أول، شخص أنطل أبوها أمانة من 2006 وسافر وضاعت سبل التواصل مع هذا الشخص سيدنا. في واقع الحال تصبح يعني القضايا تقع أنه واحد يؤمن بأموال ضخمة أو كذا، بعد ذلك يغيب. نعم، تغيب أخباره، وحسب تعبير الفقهاء يفتقد، ما إلى أي خبر. نعم. فهنا لا بد من البحث عنه، لا بد من البحث عنه، بحث نبحث نبحث إلى أن يأس. إذا يأسنا قالوا يا هذا راح بالطائفية، قتل بالطائفية، زين قتل بالطائفية، وين أهله؟ نبحث عن أهله، نبحث عن إخوته، نبحث عن أعمامه، إلى أن نصل إلى نقطة اليأس.
فإذا وصلنا إلى نقطة يأس نلجأ إلى الحاكم الشرعي، نعم، إلى الفقيه الجامع للشرائط، فقيهنا مرجعنا، نروح له السلام عليكم مولانا، هاي أمانة الله ورسوله هنا يمي، وما أدري هذا الرجال ما كره، فالفقيه هو اللي راح يقول لك شلون تتصرف. الفقيه ولي من لا ولي له. تصير بيها خيارات أحيانا سيدنا؟ نعم، خيارات تصير بيها. شلون يعني؟ يعني إما شنو أو شنو راح يتصرف؟ لا، هي قضايا حسب تعبيرنا مراحل طولية. أول أبحث عنه إلى أن أيأس منه، ما حصلت عليه عن أتباعه وجماعته وفرائه. عفوا سيد، أنا أسأل الحاكم الشرعي نفسه، هل هناك يعني خيارات محددة راح يتبعها له أو لا؟ إيه، حاكم الشرعي يقول إما أنه تعطيه للفقراء نيابة عن صاحبه، وإما أنه تعطيه إلى كذا، يعني هو الحاكم الشرعي يوجهه بالتوجيه الشرعي. وعموما ما يصير يقول يلا ما دام راح خلاص، هذا ما يصير، تبقى الأمانة أمانة ولا بد من التخلص منها بطريقة شرعية. فإذا حصلت على قرايبه خلص، إذا شفت أهله أولاده طيهم يا مال أبوكم بابا هذا أبوكم وينه كذا، بعد تحصل معلومات. وماكو شيء الآن في هالوقت هذا، ماكو شيء غيب، يعني كل شيء يمكن واحد يصل إليه، خصوصا في هذه الأدوات التواصل الكبيرة. أحسنتم سيدنا. نفس الأخت أم جنات تسأل تقول لما أصلي بنتي تخلي التربة بحلقها وأرجع أني بيها رطوبة وأصلي عليها، ما في إشكال يعني التربة مرطوبة وغير مرطوبة لا إشكال في السجود عليها، هو لعاب الطفل أصلا مو نجس يعني. لا ملي إلا اللهم لا سمح الله تكون نجس، يعني مثلا صار عليها بول مثلا، هنا أنا ما يصير أسجد عليها، لأنه المسجد اللي أسجد عليه لابد أن يكون طاهرا. نعم، أحسنتم سيد. رسالة صوتية سيدنا كانت عن شخص يقول نية الصلاة لفظا أحيانا تختلف عن نية الصلاة قلبا، يعني أنا ببالي أبدأ أصلي المغرب ولكن أتلفظ بالعشاء. شوف حبيبي، أصلا النية ليست لفظية، النية هي قلبية، والنية هي خطور في القلب. أنت وين رايح؟ راح أصلي. شنو الصلاة؟ صلاة العشاء. فهي موجودة في قلبك، ما يحتاج تتلفظ فيها. وهذا اللي صار بالإشكال التلفظ، هذا يسموه سبق لسان. هذا السبق لسان ما يأثر، نعم، حسب تعبير الفقهاء يقول هذا اشتباه، اشتباه بالتطبيق. أنت تطبق صلاة المغرب أو العشاء فذكرت صلاة الظهر أو العصر، فهذا لا إشكال في ذلك وصلاتك صحيحة إن شاء الله. أحسنتم سيدنا. الأخت أم علي كان عندها ثلاث أسئلة. السؤال الأول تقول سابقا سامعة من جنابكم أعتقد أنه ما يصير واحد يصلي والتلفزيون يما صوته عالي، تقول أنا أحيانا صوت قرآن وأنا امرأة أو مقعدة أو مريضة ما أقدر أتحرك. شوفي حجية، فيما يرتبط بالصلاة أن لا يكون هناك مشوشات وملهيات ونوع من على حال ذهنك ينشغل عن الصلاة. طبعا إذا قدامي تلفزيون وكرة قدم وهذه راح يهدف وهذه راح كذا، أنا جاء أصلي وأشوف بالي راح يروح لمكان آخر، وهذا خلاف شنو؟ خلاف التوجه والخشوع والخضوع إلى الله. كذلك حتى لو حاطة محاضرة، أنت جاء تسمعي محاضرة لو تصلين، حتى لا يشوش، حتى لا يلهي الإنسان، أن لا يكون هناك ما يلهيه سواء كان الصورة أو كان تلفزيون أو شيء من هذا، حتى لو قرآن. حتى لو قرآن، بس يقول يا بسيدنا أنا على حال ما ألتفت، أنا من جاء أصلي والقرآن هنا، نزل صوته لا يشوش عليك، لا إشكال في ذلك، بشرط أن لا يلهيك ولا يأخذ على حال بالك ويشغل بالك به وتنشغلين عن الصلاة بشكل غير صحيح. سؤالها الثاني كان سيد أثناء الصلاة بعض الناس يحتاج أن يأشر فتقول إن سوي صوت عالي الله أكبر، نظل نكررها إذا أردنا ننبه لشيء معين ونضرب على جزء من جسدنا، ما في مشكلة، يعني لا إشكال في التنبيه في الصلاة. إذا واحد يطرق الباب والناس ما يدرون كذا، تقول الله أكبر مثلا تأشر، نعم. أو أنه بعض الأحيان تضرب على رجلك أو تصفق مثلا، بس هو رفع الصوت بالتكبير أو ما إلى ذلك لا أشكال فيه. نعم، ممكن سيدنا شوي يبعد الإنسان عن التوجه والتركيز في الصلاة، يعني شو اللي هي قضية مو طول الصلاة، هي شكل طفل الآن جاي يروح، أنا جاي أشوفه جاي يروح يوم الدفاية. نعم. الدفاية نار، الله أكبر الله أكبر، ها شنو صاير؟
أشر لرباكم الطفل يم النار. هذه ليست طول الوقت يعني، إنما هي حالة للضرورة. أحسنت. نعم. كلمة الله أكبر حتى لو في غير موردها بالصلاة هي جائزة، لا إشكال في ذلك، ذكر الله. نعم أحسنتم. السؤال الثالث للأخت الكريمة أم علي كان أنه تقول يريد ينطي فلوس حج عن والدة، الظهر زوجها أعتقد مالي، فتقول صديقة ابن خالته ابن خالة قال له أكو ناس بالسعودية ننطيهم 4 ملايين ويحجون عنه. في الواقع إذا كان الحج على الوالد اللي يعني ثابت عليه الحج وواجب الحج فما في إشكال إنسان ينطي نيابة ميقاتية. النيابة الميقاتية يعني من الميقات ينوي يحج عن فلان. لا وضح لنا يا سيدنا شوية النيابة الميقاتية. شوفوا أكو حج بلدي وأكو حج ميقاتي. نعم. الحج البلدي يعني من النجف أنا أتحمل تكاليفك، هذه أغلى، هذه أغلى. الآن سمعت السيد السيستاني الله يحفظه مكتبه يقول 7.5 ملايين هذا العام، أي واحد يعطي نيابة 7.5 ملايين من العراق يتحرك يروح. أما أنا أنطي لا من المدينة المنورة، هذا اللي يسموه ميقاتي. ميقاتي يعني من الميقات هناك ينوي ويمشي، مو أنه يتحرك من هنا وهو ماذا ناون أن يحج لفلان، فهذا يسمى بلدي وهو أغلى والميقاتي أرخص. فإذا أراد أن يعطي حجة ميقاتية لا أشكال في ذلك، ولكن أنا أقول بصراحة لأن تجربتي في الحج كبيرة يعني سنين طويلة، هناك كثير من الناس في الواقع يقول إيه جيب بس جيب، وبعدين عمله مو مضبوط. الحج جدا جدا فيه حساسية وفيها قضايا الإنسان قد يغفل عنها وتؤدي إلى بطلان الحج كامل. يعني مثلا أضرب مثال حتى يلتفتون الناس. نعم. هالأيام أيام حج، وإن شاء الله نحاول الحلقة القادمة واللي بعدها الجناب الأخ يخصص فيما يرتبط بأحكام الحج إن شاء الله. شوفوا مثلا واحد راح يطوف طواف العمرة، عمرة التمتع أو طواف الحج، علي حال طلع ريح من عنده ويا أصدقاء استحى يقول أنا راح أتوضأ ترى مثلا وضوئي اخترب، استحى وطاف وسكت وراح وكذا ورجع للعراق، بعدين يقعد يقول يا بتر أنا بالطواف صار عندي هيتشي، حجك باطل، حجك باطل. يعني الطواف إذا بطل على أي حال. فأقول بعض الأشياء البسيطة شوف تسبب مشكلة عويصة. فلذلك إعطاء النيابة إلى أشخاص موثوق بهم وتعرف أنه يعطيها إلى أشخاص واقعا، سأنا بعض المرشدين الدينيين أعرفهم أنا شخصيا أنه واقعا مضبوط، أو أساتذة الحوز الفضلاء مضبوطين، لما أنطيه أنطيه على أساس أنه كل الشروط والقيود يؤديها بشكل صحيح. نعم معنى كلامكم سيدنا إنه فأقول أي نعم. أقول يا حجي ماكو إشكال، خلي ينطي الحجي بس خلي يعرف لمن ينطي، لا ينطي والله سيدنا هذا سواق، هم يقولون سواق باص وسواق الباص يلا حتى لو $2000 جيبوا. هذا سواق الباص عنده مشكلة الإحرام، شلون راح يحرم، شلون كذا، منو يلقن الإحرام، الإحرام بشروط، ما أكو حد. أنا عفوا ما أريد، استغفر الله، ما أريد أنا أقدح وأذم السواق والكذا، لا، ولكن أقول تأكد طريقة التعامل مع القضايا الدينية والمناسك الشرعية والشعائر الحاج قد يكون من قبل رجل الدين أو المرشد الديني أكثر دقة من الآخر. نعم أنا على رأسي بعض المتعاهدين واقعا مضبوطين جدا، بعض المتعاهدين وحتى بعض السواق مضبوطين، ولكن ليس كثر مثل المرشد. نعم. سيدنا الشخص إذا واجب عليه الحج هو مثلا من سكنة العراق وبعدين توفى، يصير واحد من داخل يعني من قريب من منطقة الحج من السعودية نفسها يؤدي عنا فيما بعد؟ ما في مشكلة. نعم. لا أشكال في ذاك، ويسمى بحج ميقات. أحسنتم يعني. سيدنا سؤال آخر من إحدى الأخوات، بنتها عندها شك هواية بالصلاة، تقول رغم ما هي ملتزمة، فهذا سيدنا لا بأس بتفصيل القول. شوفي أختي الكريمة يعني مشكلة البنات المراهقات في فترة 15-16 سنة
التزامهن الديني الكبير وسماعهن لمحاضرات دينية بشكل كبير للأسف يشكل عندهم، خل أجيبها التعبير، يشكل عندهم الوسواس، وما لازم نسمح لهم. ماما تتوضين مرة واحدة وتطلعين، خلص بابا. ماما أنا عندي كذا شك، قولي أبدا. السيد قال المرجعية قالت أنه تتوضين مرة واحدة وتروحين، لا تديرين بال أصلا، لا تكررين هالعمل أصلا، سدي البوري وخلص خلص. نية الصلاة تقول مرات الشك بيها. شنو النية يا حبيبة يا عزيزة؟ شنو النية؟ النية شنو؟ أنا جاء أصلي صلاة الظهر، الله أكبر، بس قولي الله أكبر، ما أريد من عند الشيء، بس قولي الله أكبر، لا تتكلمين، لا تتلفظين، لا 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 لا، بس أوكفي لبسي شادرج، قولي الله أكبر، لأن أنت أكثر مني تركيزا في النية، تركيزا، أنت مركزة، بس الشيطان يقول لك لا، كرري، قولي هالشكل، يمكن مو صحيحة، يمكن رفعتي، يمكن كسرتي، يمكن ضميتي، لأن ضم وكسر وكذا يدخل الإعراب ويدخل المادر النحو، كل هذا ما إلى أي دخل. ضروري سيدنا نبين أنه هذه من فعال الشيطان طبيعي. هذه أمراض، يعني أمراض نفسية، وعليها ما أنصح تروحين إلى دكاترة الآن، مو صحيح. أنت خلي إرادتك قوية، قولي السيد اللي يقوله أنا أسوي، وأنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى أنه أفعالك كلها صحيحة، ولا تهتمين لها الأمر خصوصا الآن. الآن يا أم منه ما أدري، هي رسالة صوتية يعني، الآن عالجيها، الآن عالجيها، لا تخليها تتركز، لأن كل ما تطول الشغلة قد على حال تصعب. سيدنا هم لا بأس بأن ننقل القاعدة الفقهية حتى الناس هم تطمئن، كثير الشك كمن لا شك له، أو لا يعنى بشكه، أي كمن لا شك. أحسنتم سيدنا. الأخ عبد الرضا أخوه استشهد، قتل الملعون صدام وأزلامه، يقول سجلنا مؤسسة الشهداء، يقول امطورنا المستحقات وزعناها بيناتنا إحنا كأخو وأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. وهو غلط. وهو غلط، لأنه هذه ليس إرثا، هذا مو ورث. أخوكم الشهيد الله يرحمه ويجعله في العليين، ولكن هذا مو إرث، هذه منحة من الحكومة للمضحين وعوائل المضحين، فهي ليست بأحكام الإرث. نعم. يقول سيد إحنا وزعناه بهالطريقة، صورنا هذه مثل الإرث، وانطينا لخواتنا نص حصة الأخوان. هذه لازم ترجعون لأخواتكم، ترجعون الأخ أبو رضا، عبد الرضا شو اسمه؟ عبد الرضا. نعم. تروح ترجع لأخواتك وحدة وحدة، أنتوا الشباب الأخوة، يا أم فلان ترى تبين القضية أنه أنتوا حصتكم مثل حصتنا، تبرون الذمة لو نطيكم. إذا قالت لا أخويا إحنا شوف وضعنا نطينا، فلازم أنتوا كلكم تجمعون الزيادة اللي أخذتوها حتى تصير شنو بالمناصفة. يعني هي كنت توزع بالتساوي سيدي. بالتساوي. نعم. سؤال من أحد الأخوة الكرام، يقول شركات الاتصال بعض خدماتها تنطيك قرض رصيد، لما تعبى الرصيد يأخذون أجر أكثر يعني من الرصيد. يعني في الواقع أنا سبق وقلت أنه هذه فيه شبهة ربا، يأخذون من عندك بعدين. بس أنا سألت من مكتب سماحة السيد، قالوا هذه اللي تأخذ الشركة بعنوان حسب تعبيرنا أجور، ما أدري أجور كذا، أجور عمل موظفين، فهذا إذا كان هالشكل لا أشكال فيه. طيب سيدنا الصلاة، يقول بعدها أذكر عندي شك، بعدها ساعة ساعتين، يعني يصير عندي شك بعدد الركعات كذا. أكو قاعدة هواي لطيفة، خلي اسمعها الأخ. نعم. قاعدة الفراغ. شنو قاعدة الفراغ؟ الإمام الصادق قال صلى الله عليه وسلم إذا فرغت من عمل وشككت فيه فليس بشيء، فشكك ليس بشيء. يعني أنا خلصت الصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هيك لحظة واحدة، أنا ثلاث ركعات لو ركعتين صليت، قول خلاص قوم انتهى. ما دام أنت خلصت من شنو؟ خلصت من عمل، فتشك في العمل السابق أنه شلون كان، خلص لا تعتني به واعتبره صحيحا. وأنا أسميه هذه من القواعد اللي مش تسموه أنتو، من القواعد المهمة اللي هي باب فرج.
وافرج للناس. الناس كثير يشكون، انا الان شيت اطوف بالبيت 7 شواط لو 8 لو 6 شواط، ما ادري خلصتي حجيه، رحتي خلصتي وعلى حال فرغتي من الطواف، اي فرغت من الطواف، رحت للفندق وجاء شوك. ليس بشيء، ليس بشيء، شكك ليس بشيء سيدنا، الا اليقين. اذا واحد يتيقن فيما بعد عنده اشتباه، كان اذا قال والله بالله تالله انا ما متوضي وصليت صلاتك باطل، او والله انا حتى لو بعد الصلاه، بلي بلي ذاك يقين. احسنتم. ايضا مشاركه اخرى، اشخاص يدعون علم الغيب، يقول يسولفون بالتابعه وعليك جني وبداخلك جني وهذا الاشياء. يقول هو سؤال، يعني سؤال اول، هل هاي الاشياء اصلا حقيقيه؟ ثانيا، ما حكم اعطاء المال لامثال هؤلاء؟ اولا هذه من الدجل، ومن الدجل والدكان، الان دكان صاير على حال يفتحون قنوات شايفيهم، نعم، قنوات وحاط المحابس وكذا، والشيخ فلان والشيخ علان، وهو على حال لا يميز الهرة عن البر على حال. فهؤلاء في واقع الحال دكاكين ودجالة ومشعوذين. نعم، أعتقد هناك أشخاص أهل دين ولا يطلبون مالا، ولكن دخلوا في هذا الأمر، قالوا نقدر إحنا نبطل سحر أو كذا أو نكتشف حالة، فيمكن لهؤلاء أن أرجع إليهم، ولكن مو بهذا النوع أنه والله طينا فلوس 3 ملايين، لا مو هالشكل. ناس أهل دين يقول يا أبا ترى أن نعرف الدجال ونعرف كذا، وشلون نخلص هذا من الجن أو الكذا أو ما إذا. هذا ممكن، أكو أشخاص موثوقين، ولا أريد أن أشير إلى شخص في بالي موجود على حال محترم، ولكن ليس كل هؤلاء على حال صادقون، ولا بد من التوقي والتحذر منهم. حكم إعطاء المال لهم سيد؟ أنت جاي تدفع المال، المال إذا كان لهذه الأمور حسب تعبيرنا الشعوذة والكذا وما أدري الجن وما جن، هذا ما في إشكال، يعني أنت جاي تعطي من جيبك وهذا أنت جاي تضر نفسك. أما للسحر، السحر لا يجوز مراجعة الساحر، ولا يجوز دفع المال وما إلى ذلك للساحر. سنتم سيدنا. أحد الإخوان الكرام عنده محل موبايلات، يقول بعض الناس يجيبوا لي أجهزتهم أصلحها فيتركها ويروح بعد ما يتواصلوا أي نهائيا. أنت كان أمامك هذا الأمر، أن تكتب لوحة الزبون الكريم، نعم، السلعة أو الشيء اللي عندي إذا بقي أكثر من شهر فلي حق التصرف، فلي حق التصرف، من لم يراجع لجهازه أو كذا فلي الحق في التصرف فيه. لافتة مبرئة للذمة، مبرئة، وتقول له، تقول له ترى حجي أنت عقب باجر تأخذ المكنسة الكهربائية مالتك، عقب باجر أنا مخلصها. يقول ما يخالف. راح مولانا العقب باجر صار شهرين، فأنا عندي شرط وياه، فأستطيع ماذا؟ أستطيع أن أتصرف فيها إما ببيعها وإما بعلي حال تخلص منها. حكم صبغ الأظافر من جهة، وبالنسبة للصلاة الشفاف يصير لو لا؟ شوفي بابا، الوضوء لابد أنه لما تتوضين يوصل المي إلى وين؟ إلى كل أعضاء الوضوء، يعني هاي إيدي بها أظافر، الأظافر لازم يوصل المي، الشكل أتوضي بعدين هذه لازم يوصل المي. فإذا تخلين أنت يعني صبغ حتى لو شفاف فهذه مادة عازلة، فإذا مادة عازلة وضوءك باطل، يعني جزء من أعضاء الوضوء ما مبللة ما وصل لها الماي، فيكون وضوءك باطل. واضح بابا؟ حتى لو شفاف. نعم، أنت تقولين في دورة شهرية أنا ما علي صلاة، ما في شكل، يعني ما عليش لا وضوء لا صلاة ولا كذا، ما في مشكلة. أو أنه رجلي أنا أظافر رجلي الأصبع الصغير وإلى الكبير، الكبير ما أصبغه، ما في إشكال، لأن مسح الرجل فقط على أصبع واحد كافي. واضح؟ أحسنت. ولكن بشكل عام لابد أن إنسان يدير باله في صلاته. سيدنا في نصف دقيقة لطفا، سؤال الأخ أحمد الموسوي اللي يقول المليونين اللي داين الهياب الدولار، الأول استوفاه الثاني مدده ولكن بسعر آخر.
لابد أن يكون الأخ اللي صاحب الفلوس اللي قال لك أنت أنطيك مليون ومليون أخرى أنت سوي لي معاملة، لابد يكون عليه حال بيع وشراء جديد. بيع وشراء جديد يعني شنو؟ بيع وشراء جديد يعني أنت تستلم من عنده، يعني تستلم من عنده المليون الثاني ولو بطريقة حسب تعبيرنا، ولو بطريقة حسب تعبيرنا شنو أقولها، ما أريد أقول صورية، لا مو صورية، ولكن هالشكل، هذا مليون جاب لك إياها، مو هالشكل، هاي مالتي. بعدين أقول له هذا المليون، هذا المليون أنا أنطيك إياه وحوله إلى دولار وأشتري من عندك مرة أخرى أو بيع لي مرة أخرى، ما في إشكال. يعني عملية جديدة بكل تفاصيلها، مو أنه والله أنت من يمك كذا، شنو من يمك، هذا فيه مشكلة وإشكال. أحسنتم سماحة السيد رشيد الحسين الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على هذه الإفاضات والإجابات. سلمكم الله تعالى وبارك. شكرا جزيلا، والشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام، لنا لقاء إن شاء الله تعالى كل يوم ثلاثاء نفس هذا الوقت اللي شاهدتونا به. حضروا أسئلتكم وتواصلكم معنا في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. شكرا، في رعاية الله وحفظه.